خطوات التسجيل في الجامعه في الخارج. راك واجد لافونتور اكاديميك ديالك اس ا راح تخليك تحقق احلامك الدراسيه بكل سهوله. وجد روحك وتبع معنا. اختيار الجامعه والتخصص، اول خطوه في الرحله الاكاديميه تاعك الجديده هي انك تخير الجامعه والتخصص اللي تحبهم. ليكيب تاعنا راهم هنا باش يعاونوك باش تحوس على الجامعه والتخصص اللي يناسبك. التسجيل مع اس ا مور ما خيرت التخصص والجامعه راح تجيب لنا الوثائق تاعك باش نسجلوك مع الجامعه اللي خير ونجيبو لك القبول الجامعي. اجتياز اختبار اللغه الانجليزيه، بعد ما تحصل على القبول الجامعي لازم تجوز امتحان الايلتس تاع اللغه الانجليزيه، والمستوى المطلوب في هذا الامتحان راح يكون على حسب الجامعه والبروغرام اللي راح تقراه. وما تقلقش راح نعاونوك خطوه بخطوه باش تجوز هذه المرحله بنجاح. دفع تكاليف الجامعه، مور ما تجوز الايلتس تاعك الجامعه راح تطلب منك انك تخلص الدفعه الاولى اللي تكون من 30% حتى 100% من تكاليف الدراسه باش تقدر تدفع الفيزا ديالك. الفيزا بعد ما تكمل كامل هذه الخطوات راح تقدر تدفع الفيزا تاعك، وحنا راح نكفلو لك بجميع الخطوات. انت ما عليك غير تجي ترفد الدوسي تاعك وتروح ديبوزي، تخير الاقامه وتروح للجامعه. في هذه ليطاب اس ا راح تعطيك الاقامات اللي راهي متوفره اللي تقدر تسكن فيهم، وبيان سور على حساب البيجي تاعك. على بالنا بلي الخطوات راح يبان لك معقدين، على بها رانا هنا باش نرافقوك خطوه بخطوه حتى تلتحق الجامعه احلامك. وما تنساش اس ا راح تكفل لك بجميع الاجراءات، ما عليك غير تتصل بينا ولا تزور المكتب تاعنا في سيدي يحيى. Thank you.